السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هشوف مع بعض ازاي اعمل ريندر لأكتر من صورة مرة واحدة. هستخدم الوك ثرو، أبدأ أرسم النقط اللي أنا عايزها. تمام، وأقول له إيديت وك ثرو وأبدأ أعدل. أدوس على التارجت بوينت وأحركها ناحية الفيلا أو المبنى اللي عندي، وحرك المؤشر بحيث اشوف اكبر كميه ممكنه، واقول له بريفس كي فريم، وابدا اظبط التارجت بتاعي بريفس كي فريم، ونوت التارجت احركه ناحيه الفيلا. تمام كده، انا عندي 4 لقطات جاهزين. ادخل انا بدل 300 اقول له لا خليهم لي 4 لقطات. تمام اوكي، كده هو مش هيعمل اي لقطات فرعيه بين ال4 لقطات دول. طيب اقول له بعد كده ادخل انا بقى على الكي فريم اللي انا شغال عليه دلوقتي، الوكسور هفتحه. تمام، وبعد كده هقول له اعمل لي سيف از او اكسبورت ليمج اند انيميشن وكسرو. تمام، اول فريم مفيش مشكله. الفيجوال ستايل انا عايزه ريندر بالشيد لاين. ده الدايمنشن من كام لكام، الزوم لو انا عايز اعمل زوم. بعد كده هقول له اوكي. هنا هسيبه لي اي في اي، انا مش عايزه اي في اي، انا عايزه مثلا جي بي جي او بي ان جي او اي امتداد من امتداد الصور. اقول له سيف، هيبدا يسيف لي ال4 لقطات دول، يعمل لهم ريندر ويبدا يشتغل عليهم. يبقى انا كده عملت ريندر لأكتر من لقطة. ممكن مثلا يبقى عندي 10 لقطات حوالين المبنى في نفس الوقت، بدل ما اعمل ايه اظبط كاميرا واقول له اعمل ريندر، لا ترى دي اسرع. اخوكم عمر سليم.